مشاهدينا أهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري من النهار اليوم. أعلن المكتب الإعلامي لرئيس الجمهورية تشكيل لجنة متخصصة بفحص حالات الشباب المحبوسين على ذمة القضايا، وذلك تنفيذا لقرارات رئيس الجمهورية الصادرة في ختام المؤتمر الوطني الأول للشباب. وفي الإطار نفسه يعقد المؤتمر الأول الشهري للشباب في 30 من نوفمبر الجاري لمتابعة تنفيذ التوصيات الصادرة في مختلف المجالات. أعلنت القوات المسلحة عن إحباط مخطط لاستهداف قوات إنفاذ القانون شمالي سيناء باستخدام سيارة مفخخة، وتمكنت القوات المكلفة بأعمال التمشيط والمداهمة من تدمير عربة دفع رباعي خاصة بالعناصر الإرهابية مجهزة لعمليات تفجيرية متنوعة ضد عناصر القوات المسلحة والشرطة. كما اكتشفت القوات ملجأ مكونا من غرفتين خرسانيتين تستغلهما العناصر التكفيرية في الاختباء ومراقبة التحركات، وأبطل عناصر المهندسين العسكريين مفعول 7 عبوات ناسفة زرعها الإرهابيون على محاور تحرك قوات إنفاذ القانون بنطاق العريش ورفح والشيخ زويد. انتهت القوات المسلحة من إعداد وتجهيز أضخم حصة غذائية بلغت 8 ملايين عبوة غذائية لتوزيعها بنصف الثمن على المواطنين بجميع محافظات الجمهورية. ويأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة بأن تشارك أجهزة الدولة في تخفيف العبء عن كاهل المواطنين، حيث أصدر الفريق أول صدقي صبحي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي أوامره بإعداد العبوات الغذائية وتوزيعها على المواطنين بنطاق الجيوش الميدانية والمناطق العسكرية بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظات. انطلقت قافلة جامعة جنوب الوادي الطبية وقافلة القوات المسلحة لأهالي رأس غارب المتضررين من السيول، بينما دعا مسؤول المدينة المتضررين لتسجيل بياناتهم لصرف التعويضات. تضم القافلتين أطباء ومواد وسلعا غذائية للمساهمة في مواجهة الظروف الصعبة التي يواجهها أهالي رأس غارب. قضت محكمة جنايات القاهرة بالسجن المشدد 10 سنوات ضد المتهمين 4 في القضية المعروفة بولاية داعش حلوان. كانت النيابة العامة وجهت للمتهمين تهم الانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون، التواصل مع جماعة إرهابية مقرها خارج البلاد، تنظيم الدولة الإسلامية، التعدي على الممتلكات العامة والخاصة، واستهداف رجال الشرطة والجيش. يستقبل مطار شرم الشيخ الدولي اليوم أول رحلة جوية تابعة لخطوط طيران بولندية قادمة من العاصمة وارسو إلى شرم الشيخ بعد توقف اقترب من عام. يأتي ذلك بعد يوم من استقبال مطار شرم الشيخ أول طائرة سياح ألمانية تابعة لشركة إير جرمانيا قادمة من مطار ميونخ، وعلى متنها نحو 150 سائحا ألمانيا. دعا طالب الرفاعي سكرتير عام منظمة السياحة العالمية حكومات الدول إلى رفع حظر السفر إلى مصر، مؤكدا أن استمراره يعد بمثابة هدية تقدمها هذه الدول للإرهابيين، وأشار إلى أنه لا توجد دولة بمعزل عن الإرهاب. جاء ذلك بمناسبة انطلاق فعاليات القمة العالمية 5 حول سياحة المدن بمحافظة الأقصر تحت شعار المدن ثقافة محلية لمسافرين عالميين. أعلنت مصر دعمها لترشيح السعودي يوسف بن أحمد العثيمين أمينا عاما جديدا لمنظمة التعاون الإسلامي خلفا لإياد أمين مدني الذي استقال من منصبه. وقالت وزارة الخارجية إن الدعم يأتي تقديرا للدور المهم الذي تطلع به المملكة العربية السعودية في دعم أنشطة وأهداف منظمة التعاون الإسلامي، وأعربت مصر عن تطلعها إلى استمرار تعاونها الوثيق مع أمانة منظمة التعاون الإسلامي وأمينها العام الجديد عند اعتماد توليه المنصب.
أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي وقوف مصر إلى جانب اليمن ومواصلة دعمها لحكومته الشرعية، مشيرا إلى حرصها على دعم جهود استقرار الدولة اليمنية ووحدتها وسلامة أراضيها. وخلال اتصال هاتفي تلقاه الرئيس من نظيره اليمني عبد ربه منصور هادي، والذي أكد على محورية دور مصر باعتبارها الدعامة الرئيسية لأمن واستقرار المنطقة، معربا عن تطلعه لمواصلة مصر دعمها لليمن وتكثيف التعاون بين البلدين على جميع الأصعدة خلال الفترة المقبلة. قال مندوب اليمن لدى الأمم المتحدة خالد اليماني إن الحكومة الشرعية في اليمن تدعم أي جهود لتحقيق السلام في البلاد، لكنها لن تقبل بأي مبادرات خارج المرجعيات الثلاثة، مشيرا إلى تنصل الميليشيات الانقلابية من الاتفاقات. من جانبه أكد المبعوث الدولي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد أن خارطة الطريق لحل الأزمة اليمنية ترتكز على عدة خطوات يجب على جميع الأطراف تنفيذها. قال رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي إن القوات الحكومية ستقطع رأس داعش في الموصل مع استمرار عملية تحرير المدينة من التنظيم الإرهابي، ونجحت القوات في تحقيق تقدم في المحافظة على أكثر من محور لا سيما شرقي وجنوبي الموصل، قبل أن تعلن وحدة مكافحة الإرهاب عن الوصول إلى داخل المدينة للمرة الأولى منذ بدء العملية. أعلنت الأمم المتحدة أن مكتبها في حلب تعرض لقصف دبابات لحق أضرار في طوابقها العليا، لكنها لم تتحدث عن سقوط ضحايا ولم تتهم جهة محددة بالقصف، وتشن المعارضة المسلحة هجوما على غرب حلب في محاولة لفك حصار القوات الحكومية للأحياء الشرقية في حلب التي تسيطر عليها المعارضة ويسكنها نحو 300,000 شخص. في غضون ذلك أعلن المجلس الأمن الدولي تمديد مهمة لجنة لتحقيق في الهجمات الكيميائية في سوريا لمدة أسبوعين إضافيين بغية التفاوض على تمديد التحقيق لمدة عام، وأيد القرار الذي تقدمت به الولايات المتحدة دول المجلس بالإجماع. ختام الموجز، شكرا للمتابعة.